احنا دايما بنقيس او بنقيس الفرح في حياتنا بالمعايير المادية. فتلاقي الفرح عندنا يعني ايه؟ يعني يبقى عندي فلوس كتير. عندي فلوس. الفرح عندنا يعني ايه؟ اتجوز واحدة كويسة جدا. او هي تتجوز واحد كويس جدا ويهنيها. الفرحة عندنا يعني ايه؟ يبقى عندي ولاد كويسين وولادي ينجحوا ويبقوا شاطرين. الفرحة يعني ايه؟ ان انا تبقى حياتي مستقرة. فإحنا دايما دايما بنقيس الفرحة بالمعايير المادية. والإنسان من طبعه أنه لا يشبع أبدا. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. يبقى الفرحة الحقيقية إيه؟ الفرحة الحقيقية بفضل الله وبرحمته. الله. إذن فإحنا اللي موت الفرحة في قلوبنا أو في قلوب كتير من الناس أو في قلوب كثير من المسلمين إن هو بينظر إلى المعايير المادية في مقياس الفرحة. هو ما مش عارف إن كونه عايش في هذه الدنيا سليما معافا وأهم العافية هي العافية من الكفر والمعاصي. عايش مسلم على التوحيد. كم من الناس كان مسلما ثم والعياذ بالله أخذته الفتن. كون إن أنت عايش مسلم لحد الآن والإيمان ثابت في قلبك ومستقر في قلبك وتعرف ربك جل جلاله فدي نعمة كبيرة جدا. صحيح. تستحق أن تفرح لها. إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ بيدك وداك المسجد عشان تصلي دي نعمة كبيرة جدا. كم من الناس عايش ما بيصليش. لا يعرف طعم الصلاة. والحقيقة الواحد بيبقى مستغرب إزاي الإنسان اللي ما بيصليش ده قادر يتنفس. إزاي قادر يعيش؟ الشخص تارك الصلاة ده إزاي قادر يأكل ويشرب؟ إزاي قادر يتنفس؟ إزاي روحه ما خرجتش من جسمه؟ الإنسان اللي ما بيصليش ده عايش في كرب عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو ادعى للأسف هو لا يشعر. فإن ربنا سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الصلاة وإلى عبادته وإلى معرفته وإلى حمده وشكره. هذه نعمة تستحق أن احنا نفرح لها وأن نظهر الفرحة لها وأن نظهر السعادة لها. خلي بالك حتى الناس إلى ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ببعض الابتلاءات. خلي بالك كونك مبتلى في أمر ما ده مش معناه أن ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه، ولكن الله عز وجل أراد أن يرفع درجتك. أراد أن يرفع درجتك، لأن من العباد من تكون له المنزلة في الجنة لا يدركها بصلاته ولا صيامه ولا عمله، فلا يزال به البلاء حتى يدركها. لأنه لما بيبتلى في نفسه بمرض مثلا، إخواننا اللي عندهم كورونا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يربط على قلوبهم وعلى قلوب أهليهم. وطبعا اللي ما عندوش كورونا وعنده أمراض تانية، كم من أنواع الأمراض، المبتلى في ماله، المبتلى بأي نوع من أنواع الابتلاءات، عايزين نقول له أن من فضل ربنا عليك أنه صبرك على هذا الابتلاء، أنه أعطاك القدرة على الصبر وأنه ثبت قلبك.